بس نرجع يعني السبب انه اذا ترجعين على جو روغن شويه والنظريات اللي تطلع مثلا اذا كان من جو روغن او من الاشخاص اللي هم مثلهم، يعني احنا مثلا ويا هذا المرض وهي صارت هاي الظاهره واللي هي اكبر من انه بس هالمرض، هو دا يصير هسه الانترنت والسوشيال، مو السوشيال ميديا بس اكثر يمكن الانترنت والتطور اللي احنا قاعد نوصله، ايش قد ما هو دا يساعدنا انه احنا ننشر الافكار الصح وننشر الاشياء اللي هي الابيدنس بيست والفاكت صح، الاشياء اللي صح. اللي مدعومه بالعلم او الحقائق اللي موجوده، بس بنفس الوقت دا يعطي فرصه انه الكلام اللي هو مو منطقي ومو حقيقي وما مبني على حقائق ينتشر بنفس السرعه واسرع. صحيح. وأكو ناس هواية هم يعني هذا بالطبيعة البشرية لأسباب مختلفة، بس كثير منها هي الأسباب لها علاقة بالسيكولوجي الشخصية وإنه إحنا شنو تركيبتنا الشخصية. أكو ناس هواية راح تصدق بهاي نظريات المؤامرة من أكثر من أشخاص ثانية. إحنا يمكن عندنا مجتمعاتنا هذا الشيء موجود أكثر من مجتمعات ثانية، أتخيل أنا يعني نظر يعني لما أقارن بين الأشياء اللي كنا نصدق بها لما كنا من الصغار وبالعراق وكل هالأشياء وقبل الإنترنت، أكو فد شيء إنه يعني يخلي هاي الأفكار تنتشر، نظريات المؤامرة هي بالذات. وأتخيل إنه يعني هذا اللي كنا نقول عليه إنه التطور ساعد إنه هاي تنتشر أسرع مثل ما ساعد إنه هي شوي تتحجم وإنه الحقائق تنتشر. فلذلك إحنا يعني يمكن هذا فد شيء كلش نحتاجه، نحتاج انه احنا الافراد واذا كانت المجتمعات اذا كانت الحكومات تدرس في الشيء اللي هو اسمه الكريتيكال ثينكينج، اللي احنا راح نحاول انه دائما نعتمد على شنو الحقائق، وين الافيدنس اللي انا عندي، مو بس انه شغله انه انا سمعتها راح اتبعها. يعني احيانا انت تستغربين انه تشوفين مثلا انه ناس هم من اصل الناس اللي لهم علاقه بالشيء، خلينا نقولها الكوفيد مثلا، هوايه اطباء هم يقول لك ماكو كوفيد، او طبيب يقول لك اني ما 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 اصدق بهذا اللقاح، مع العلم انه كل الفاكتس كل الابيدنس يقول لك انه هذا هو الطريق الامن، يمكن مو الطريق اللي هو صح 100% بس الطريق الامن. فهذه المشكله مثلا اللي جو روغن يساعد بها لما يجيب أليكس جونز ويحكي وياه ويقول انا اصدق بهاي النظريات واني عندي هاي النظريات، ويعني هي فالظواهر احنا نحتاج انه نواجهها اول شيء انه نشخصها وبعدين نشوف شلون الطريقه انه احنا راح نواجهها ونقلل منها، لانه اذا راح نضل انه على هالمنوال انه ناس كومه تصدق بالحقائق وناس كومه ما تصدق بها، يعني راح يضل هذا الديفيجن يكبر. اللي النظريات اتفق وياك اني 100% مساله انه الشخص يميل او احنا كطبيعتنا البشريه نميل، ولا تنسى هي دني نظريات المؤامرة دائما تكون كلش appealing، يعني كلش دراماتيك الدرجة أنه ممكن تتصدق. بس أنا أرجع وأقول مثل ما قلت لك قبل شوية أنه ما بقى عذر الشخص أنه يقول أنا ما أعرف أو قرأ فلان شو صدقه، لازم يرجع ويقرأ، وكلش سهل أنه أنت سرأسا تروح على جوجل أو أي search engine تدخل على موقع فعلا يعني معلوماته او مصادره صحيحه او مضبوطه، وتقدر تعرف شنو صح وشنو غلط. يعني مو اي شيء يجينا على الواتساب هو صح. هي الشغلات اكثر على تنتشر على الواتساب، اي المصدر واتساب خالتي فقايل. وعلى فكره يعني انا كلش موجوده، يعني واحد يعني كلش اسمعها هواي، خصوصا هذول الناس اللي يجون يجون للصيدليه ويحكون شغلات ما تتصدق، يعني صدق ما تتصدق هي بالضبط هذا المصدر الواتساب او شو ما ادري مين. ماكو اي عذر بعد الشخص انه يقول ما اعرف او يصدق بهيك شيء. شغلات الاخرى صحيح، انت يعني بالضبط البوينت مالتك جدا صحيحه، انه اي شخص يعرف الشيء الصح المفروض ينشره، المفروض انه احنا ننشر الشيء الصح اكثر من حتى نقضي على الاشياء الغلط او المغلوطه اللي تنتشر وهي تسبب هواي شغلات، تسبب كوارث. يعني خصوصا خلينا نروح على شغلات مثلا طبيه، يعني اكو شغلات يسووها بالله، مثلا خلينا نقول اهل قبل
يعني ما كانوا يعرفونه، ما كان عندهم الريسورسز. هسه احنا قلنا نعرف شنو الصح وشنو الغلط، فيكررون هاي الشغلات، ويعني ضحايا ضحاياها اطفال او 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 ناس لا حول ولا قوه تروح بسبب انه هاي المعلومات المغلوطه. صح. فبالنهايه العلم او الشغله الصح احنا لازم ننشرها اكثر من ننشر الشغلات او 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 حتى نعادل هاي الديفيجن على قولتك اللي دي يصير. صح. انه الناس تصدق بهالنظريات مال الكونسبيرسي، تصدق شغلات يعني ما اعرف شلونها. طبعا هذا الموضوع احنا ما راح خلينا يعني نكمل، اذا اكيد ان شاء الله تجين على حلقه ثانيه بالبودكاست، فاكو سوالف هوايه نقدر انه نسولف بها، فاكيد هاي واحده من الاشياء اللي نريد انه نتعمق بها شويه. Stuff you should know. Stuff you should know from مهند and مريم. Stuff you should know from مهند and مريم.